اللهم لا يحرمونا مشاركاتهم عبر وسم عابر 29 بإذن الله. أنه اليوم راح يكون لكم حظ بإذن الله من قراءة الوسم. أسأل الله جل وعلا أن يستخدمنا وإياكم ولا يستبدلنا. شيخ مهنا، جيد أنه حنا حقيقة نبدأ اليوم يعني بالعشر الأواخر، واللي ينبغي علينا جميعا أن حنا نتهيأ له ونعمله في هذه الأيام العشر، ثم إن شاء الله بننطلق إلى محاورنا الأخرى. طيب، تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، حتى أنه كان عليه الصلاة والسلام يشد مئزرة ويحيي ليلة ويوقظ أهله، حتى أنه اعتكف عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نستثمر هذه العشر، فالشهر ذهب أعظمه ذهب معظمه وبقي أعظمه، وما بقي أعظم مما ذهب. ليش يا أخوان؟ لأن في هذه في العشر هذه فيها ليلة، هي ليلة القدر، خير من ألف شهر، يعني عبادة 83 سنة وأربعة أشهر. تخيلوا أننا في هالليلة هذه لو أحد يتصدق، وكانت ليلة قدر ووافقت ليلة قدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحروها في العشر الأواخر من رمضان، أوكد هذه ليلة القدر الليالي الوترية، ونحن ليلة وترية، ليلة 21 وأيضا ليلة جمعة، فهي آكد الليالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تحروها في العشر الأواخر، و كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يحدد ليلة، لكن لو حدد ليلة لتقاعس الناس وحرصوا على هذه الليلة. فإخفاء هذه الليلة خلال هذه العشر كلها لكي يجتهد المسلم طيلة هذه العشر ويكون قريب من رب البشر. فأنا أقول كما قال ابن رجب: إن شهركم أخذ بالنقص فزيدوا أنتم في العمل. فالصدقة، الذكر، الدعاء، الاستغفار، القرآن هو أعظم الذكر، القرآن هو أعظم الذكر، لأنه يحتوي كل كلام الله عز وجل في هذا القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لذلك يعني أنا أوصي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات وإخواني المتسابقين وكل من يسمعنا الآن أن نستثمر هذه العشر طيلة أيامها، سواء كان الشهر كاملا فعشر وإن كان ناقصا فتسع. فأتمنى من إخواني وأخواتي أن يشحذوا هذه الهمم وأن يتقربوا من الله سبحانه وتعالى وأن يرجعوا إليه عز وجل، فبابه مفتوح وخيره يغدو ويروح ما لم تغرغر هذه الروح. فأنا أقول أقبل يا عبد الله وأقبلي يا أمة الله، وخاصة كتاب الله يا إخوان. ولذلك أنا أقول كن ربانيا ولا تكن رمضانيا، لأن كثير من الناس ما يعبد الله إلا في رمضان، ولا يقرأ القرآن إلا في رمضان، ولا يتصدق إلا في رمضان. لا، الخير كله في رمضان وغير رمضان، لكنه يزداد خيرا في رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، ولكن وكان أجود ما يكون في وين؟ في رمضان، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. لذلك أنا أدعو إخواني إلى هذا القرآن الكريم، يعني كما قال ابن مسعود: لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل. تعرفوا إيش معنى الدقل يا إخواني؟ لا، ولا تنثروه نثر الدقل. الدقل باللام، لا، هو التمر الرديء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تهذوه هذ الشعر، يعني بسرعة تقرونه، ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه. هذا القرآن كل آية فيه عجيبة، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. يا الله، كلام جميل لابن مسعود رضي الله عنه من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا القرآن يا إخواني تأثر فيه مشرك، منه تعرفونه؟ ها يا إخوان، لا، من الذي تأثر بالقرآن وهو مشرك لما سمع القرآن يتلى؟ الوليد بن المغيرة، والد خالد بن الوليد رضي الله عنه.
فلما سمع القرآن يتلى قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمغدق وإن أسفله لمثمر وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. إذا كان هذا الكافر تأثر بكلام العلي القادر فما بالنا نحن أبناء لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأولى تأثر يا شيخ حتى إلى الجن. نعم أكيد. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يستمعون القرآن، يعني حتى الجن تأثروا بالقرآن. وإذا صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، يعني خلاص حتى تعجبوا من هذا الكلام. لذلك يا إخواني القرآن عجيب، ولذلك خذوا هذه الآية حتى ندلف في موضوعنا. الله سبحانه وتعالى لما نزل القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام ونزل به جبريل ماذا قال الله عز وجل؟ اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا: نزل به الروح الأمين. على وين؟ أذنك؟ قلبك. لا القرآن ترى بالقلب مو بالأذن. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يجب أن نقف مع كل آية من آيات الله عز وجل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا. ما قال الله سبحانه وتعالى سورة؟ لا يا أخواني، لا يا أحبابي، ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. كل آية من آيات الله يجب أن نقف عندها ونتدبرها ونتمعن بها، وسنجد العجب العجاب من كلام الملك الوهاب. يا سلام يا سلام، أسعدك الله.